اليوم غادي نتعرفوا على طريقة جديدة لترويج روابط الأفيلييت، وكما كنعرفوهم دائما هما روابط المنتجات اللي كنحاولوا أننا نسوق بهم باش نربحوا من خلالهم عمولة مباشرة في الحساب البنكي ديالنا. اللي مميز في هذا الفيديو هو أنه يمكن لنا نستعملوا هذا لا ميثود أو الطريقة باش نروجوا أي حاجة، ماشي غير روابط الأفيلييت، إنما نقدروا نروجوا حتى القنوات. إذا كانت عندك قناة يوتيوب أو إذا كان عندك بلوك إلى آخره، أي حاجة أنت باغي أنك تروج ليها وتحصل على عدد مشاهدات كثيرة أو عدد متابعين أكثر. كنقترح عليكم اليوم الموقع فليكر، واللي هو كيتعتبر من اهم المواقع اللي كيحدد او اللي كيحقق عدد زيارات شهرية عالية، واللي نقدروا نعرفوهم من خلال الاكستنسيون اللي كنستعملو ديما اللي هي سيميلر ويب، وهي اكستنسيون كتانستالا مع جوجل كروم. هما غادي يطلعوا هنا ستاتستيك ديال الشهور الاخيره، كما كتلاحظوا معايا عدد الزيارات في الشهر اكثر من 56 مليون زياره، و زعما الديغي اللي كيدوزها كل متصفح اكثر من 5 دقائق. يعني الى هذاك المتصفح دوز اكثر من 5 دقائق وهو كيشوف في لي بوبليكاسيون ديالنا، حنا كنقدروا اننا نحصلوا على عدد مشاهدات كثيره، واللي من خلالها كنقدروا نحصلوا على عمولات، اما عن طريق انه يشري المنتج اللي حنا كنسوقوا ليه، او من خلال اننا نحصلوا على مشاهدات كثيره في يوتيوب او لا في البلوك الا كنتو دايرين الادسنس. المهم المرحله الاولى باش نوصلوا لهذا الترويج اللي كنتكلموا عليه اليوم، خاصنا نديروا الانسكريبسيون او اننا نكرييو ولا ننشئوا كونط مع الفليكر. كيفاش كتتم العمليه؟ كما كتتم جميع التسجيلات، هو اننا كنكليكيو على سانسكريبي ولا سينك اب، وكيطلبوا منا المعلومات، السميه، الكنيه، لاج، والايميل اللي غادي يوصلنا فيه الرابط ديال الكونفيرماسيون ديال الكرياسيون ديال الكونت ديالنا. المهم حنا غادي نقولوا بيسكو حنا كنخدموا سويتش ديجيتال، نقولوا بلي الاسم ديالنا هو سويتش 2، وهنايا ديجيتال نديرو اج، والايميل هو سويتش ديجيتال كما كتعرفوا @gmail.com، نديرو مود باس اللي غادي نعقلو عليه. كيقول لي هنا مود باس فيبل، دونك خاصني نزيد. اذا هو هنا يراقب لي المود باس، سي بون. دابا نديرو سانسكري، نديرو انريجستري، وغادي نشوفو في البواط ريسبسيون ديالنا واش وصلتنا، وصلنا شي ميساج دو كونفيرماسيون في هاد سويتش تو ديجيتال. هنا كما كتلاحظوا معايا وصلنا ميساج دو فيريفيكاسيون دو كونت، ما عليكم غير تكليكيو على الرابط ومن بعد كيتفعل لكم الحساب ديالكم بكل سهوله. كنديرو كونيكسيون، اخيرا كنلقاو راسنا قدام السيت ديال فليكر. هنا غتبدا المرحله ديال الترويج لروابط الافيليات. كما كتلاحظوا معايا في هذا الموقع فليكر انه كيعتمد على لي فوتو، يعني الا بغيتوا توصلوا لعدد مشاهدات كثيره انكم خاصكم انكم تدخلوا واحد الفوتو اللي تقدروا انكم تصوبوها في كانفا، ومن بعد فيديوهات اخرى انني غادي نوريكم كيفاش تقدروا انكم تصمموا صوره تكون مميزه واللي تقدر تجيب لكم عدد مشاهدات كثيره، ومن خلال هذيك الصوره كنربطوها مع واحد الرابط حنا باغيين نروجوا ليه. اذا ما علينا غير نكرييو في كانفا
صوره، وهذيك الصوره غادي نوريكم المراحل دابا كيفاش اننا نربطوها مع الرابط وتبيبليا في فليكر، ومن غادي تبيبليا غادي يقدروا عدد ديال الزوار ديال فليكر انهم يشوفوها، وديك الساعه اما يكليكيو عليها او يكليكيو على الرابط اللي هي مدمجه معاه. اول مرحله خاصنا بعدا نقلبوا على لي جروب اللي حنا باغيين نبوبليو فيهم هذوك الروابط الافيليتس ديالنا او الشين يوتيوب او البلوك. بما اننا حنايا في سويتش تو ديجيتال كنخدموا على ديجيتال ماركتينغ واي وسيله ميك ماني، نقلبوا على الحوايج اللي عندهم علاقه بهذا الشيء. دونك ديجيتال ماركتينغ، وهنا كتختاروا ريشيرشي دي جروب، يعني غادي نبحثوا على دي جروب. اون فوا هو غادي يخرج لينا لي جروب، غادي نجيو ونشوفو لي بلو ريسون، زعما لي باقيين جداد واللي فيهم لاكتيفيتي دائما. دونك هنا كيما كتلاحظوا كيخرج ليا لي جروب لي في 2014 2017 الى اخره. دونك مقارنه مع 2021 راهم قدام، يعني خاصنا حنا نديرو هذيك بلو ريسون. هانتوما كيما كتشوفوا معايا هنايا كاين دوبوي 2021 2021 بحال هاد لي جروب، نقدروا اننا نديرو جويندغ فيهم. كما تشوفوا هنا عندنا ثلاثه ديال المشاركين، ولكن حنا خاصنا نقلبوا على اللي فيهم لاطاي كبيره باش نحصلوا على اكبر عدد مشاهدات. دابا هنايا هذا من 2005 عنده 63000 مشارك، نديرو جويندغ جويندغ صافي. كتجي المرحله التاليه هي اننا خاصنا نابلودي ولا نابورتي هذيك ليماج اللي باغيين حنايا نبارطاجيو في هاد لي جروب. كيفاش كنديرو؟ كنكليكيو على ابلود، كيجي هنا سيليكسيوني لي فوتو اي فيديو امبورتي، يعني هنا كيطلبوا الصوره اللي باغيين حنايا نابورتيوها. انا ديجا صورت واحد لا فوتو في كانفا اللي هي هذه اللي كتعبر على الموضوع سبيشال ديجيتال ديجيتال ماركتينغ. ما علينا دابا غير اننا ندخلوا المعلومات على هاد الصوره. دونك نديرو ديجيتال ماركتينغ باش نبقاو في لو تيم نفس الموضوع، وهنا اجوتي اون ديسكريبسيون، نقدروا نديرو شي فراز اللي تاتيري الناس باش يدخلوا. نديرو ميك ماني ويكلي مثلا، وهنا غادي نجيو نديرو الرابط ديالنا. انا اختاريت اليوم انني ندير الرابط ديال البلوك ديال سويتش ديجيتال اللي هو التالي. دونك نديرو ليه كوبي كولي، فين كوبي كولي، دونك نديرو ليه كولي هنا. كما كتشوفوا ان هذا الرابط طويل، دونك من الاحسن اننا نهزوه ونديروه في شي سيت اللي ردوا لينا قصير بحال البيت. دونك ما علينا هنايا غير اننا نديرو كولي لهذاك الرابط اللي حنا باغيين نردوه مختصر، وكنكليكيو على شورتن في البيتلي. ها هو عطانا الرابط المختصر كما كتشوفوا معايا. كنجيو ونديرو هنا كابي للرابط ديالنا، وكنحطوه مع الصورة هنا كما كتشوفوه. هنايا اهم حاجة انكم تاجوتيو ادي جروب، هذوك لي جروب اللي ديجا حنايا درنا لهم روجويندغ. دونك تيرميني، كيبقاو لي تاغ كما كتعرفوا، لي تاغ هما اللي كيخليو ان الزيارات يتزادوا كما شفنا من قبل في لا فيديو ديال تويتر. اذا هنا كنجيو وكنديروا التاغ اللي باغيين عنده علاقه بالمنشور ديالنا او بالصوره ديالنا، مثلا ديجيتال ماركتينغ ماني، نقدروا نديروا ايميل ماركتينغ الى اخره، على حسب شنو انتما المنتج اللي باغيين تروجوا ليه او الموضوع القناه او البلوك اللي انتما باغيين تروجوا ليه. دونك كما كيبقى علينا هنايا غنديروا امبورتي لا فوتو، كنتسنى واحد شويه الوقت صافي كتبوبليا هذيك لا فوتو ديالنا في لي جروب اللي حنا ديجا دخلنا ليهم. كما لاحظتوا معايا قبيله واحد من هذوك لي جروب كان فيه 63000 مشترك، يعني الى شاف كل واحد فيهم
لا فوتو ودخل للرابط اللي كيكون تحت منا كما تشوفوا معايا دابا. اذا غادي تربح عدد مشاهدات لهذا البلوك ديال سويتش تو ديجيتال. وكنعرفوا بلي البلوك ديما لي مع ادسنس ديال جوجل الا بغى الواحد يربح منه فلوس. نفس الشيء الا بغيتوا تعاودوا نفس العمليه وديروها مع قناه يوتيوب او رابط الافيليات. غير هو في رابط الافيليات في فليكر انتردي، يعني خاصكم تستعملوا شي حاجه وسيطه. كيفاش شي حاجه وسيطه؟ كما عندي واحد المثال هنا نقدر نوريكم الطريقه ديالو في فيديو اخر، حيت الا درنا الطريقه ديالو في هذا الفيديو غادي يجي مطول وما غاديش يكون الوقت ديالو مناسب المعايير يوتيوب. شوفوا هنايا دابا انا عندي هنايا واحد صفحه وسيطه اللي درت فيها الرابط ديال الافيليات ديالي. دونك شو هاو، دونك هو غادي يديني الرابط او الموقع اخر اللي هنا كيشرح لي شنو هو هذاك المنتج ديالي، كيشرح للزبون طبعا. وهنا كنلقاو رابط الافيليات، يعني بحال درت واحد الطريق وسيطه ما بين فليكر وعاد المنصه اللي انا خدامه فيها سويتش تو ديجيتال اللي باغا نروج ليها المنتوجات ديالها. دونك اتونسيون ما تستخدموش رابط رابط الافيليات في فليكر، انما عندكم اوتوريزي انكم تستعملوا غير روابط البلوك واليوتيوب ولا البينترست الى اخره. المهم روابط الافيليات ممنوعه انكم تربطوها مع الصور. نديروا نفس العمليه مع قناه اليوتيوب ديالنا. اذا كنضغطوا على هذاك الابلود، سيليكسيوني لي فوتو اي فيديو امبورتي، وكنديروا نفس العمليه اللي اننا كناخذوا الصوره. كيكون تستعملوا نفس الصوره ما كاينش اشكال، غير انكم تفادوا انكم تستعملوا روابط الافيليت نيشان مع الصوره. هنا تقدروا ديروا اسم اخر، نقدروا نديروا ايميل ماركتينغ، ونجيو لليوتيوب ديالنا. نعتبروا ان هذا هو رابط اليوتيوب ديالنا مختصر. نفس الشيء اجوتي دي جروب، كتبوبليو في هذاك الجروب. واخر حاجه هي كديروا امبورتي. نتمنى ان الفكره تكون وصلتكم وتقدروا انكم تطبقوها، ودمتم سالمين. ما تنساوش سبسكرايب ولايك، وفيديوهات اخرى غادي نوريكم بالضبط كيفاش تقوموا بهذا الرابط الوسيط ما بين رابط الافيليات والصفحه اللي نتوما كتروجوا ليها او المنتوج اللي نتوما كتروجوا ليه. الى فيديو اخر ان شاء الله.